هذا تتعسر منها القلب. تعم مرأة هي وعائلتها كانوا ضحية تصرف ولد الحرام المجرم ناصر الجن اللي اليوم رقاوه جنرال وراه حاكم مركز عنتر المتخصص في التعذيب، يعني حاطين مجرم على رأس مركز التعذيب. نسمعوا للسيدة هذه ومن بعد نتكلم. لقيت الدار سخونة، ومن بعد رقدت في الكولوار هنا حتى جا وليدي نسمع الخبيط الخبيط عقب، وهو جابني حسبني ميتة تخطاني وعقب يزيد حبس على الاخرين. من بعد انا درت له هكذا هكذا، ولا قال لي يما يما مازلتي حية، ولا جاو رفدوني داوني هذيك هي خلاص ما زدت والو. انا هي كانت تحت طاح فوقها الفراش، هي الفراش بابا الله يرحمه كيدخلوا الشيخ بابها الشيخ كيدخلوا للدار وخلاص صدموا هما الفراش. كان كاين فراش في الدار خباها تحت الفراش، دار الفراش فوقها وزاد هو عليها. كي ذبحوا بابا الله يرحمه الدم تاع بابا كامل فوقها هي كامل، ما شافوهاش تحت الفراش ما شافوهاش. كي خرجوا هما خرجوا راحوا، كي خرجت جات ليا انايا الفوق جات ليا هكذا الدم كامل. سمعتوا واش بقى شك فيها هذه؟ واش هذه تخدم للمخزن، تخدم للإسرائيل، هذه تكذب، هذه المرأة هذه اللي جات تشهد هذه الشهادة وتحكي الشيء هذا يا تكذب يا قاتل الروح وين تروح؟ يا قاتل الروح وين تروح؟ ناصر الجن شحال قتل، شحال قتل، شحال قتل من الجزائريين. اولا هذا ما يستاهلش يحمل البذله تاع الجيش الوطني الشعبي، البذله اللي لبسوها الكورونا العميروش، الكورونا اللطفي، زيغود يوسف، وكم من ضابط جيش وعسكري وجندي وصف ضابط لبسوا هذيك البذله، حملوا السلاح في وجه العدو في الاستقبال، حملوا السلاح لبناء وتشييد جزائر حرة مستقلة. يجي ولد الحرام هذا يا ناصر الجن اللي كان يخدم تحت أوامر توفيق ونزار وجنرال حسن وغيرهم، يجي يذبح الجزائريين ويقتل الجزائريين ويرعب الجزائريين ولد الحرام، يقول لك نحاربوا في الإرهاب وهما الإرهاب. يا ولد حرام تقولوا علينا احنا إرهاب؟ جيبوا واحد يشهد علي أنا حقرته نهار، كلمت عليه نهار، نحيت له حق ونهار. جيبوا جيبوا اللي عندكم يا ولد الحرام، ولا روحوا عند الجردان المنتنين يدافع عليكم، ما سبتوش كون يدافع عليكم، جيبوا الجردان باش يدافعون بالتطيح بالسبان بكلام الزايد. سمعت كلام تاع الفويوات تاع العراية اللي يناسبكم نتوما، روحوا جيبوا واحد برك يشهد ضدي، قول هذا الانسان عرفتوها واش دار واش دار. جيبوا واحد برك يقول برك حقرته، يقول تعديت عليه، يقول قلت له كلمة زايدة لما كنت ضابط في الجيش. وجيبوا يا ولد الحرام، شوفوا كاش ربي
يمهل ولا يهمل. شوفوا راح 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 جا السيرجون شاف هواري كان معاه وقال لي كان صاحبه كشفوا وعطانا اليوم وثيقة اللي تسمح لنا باش نمشيو للعدالة الدولية ونجيبوا هذا ناصر الجن، نجيبوه لازم نجيبوه. الأولى زادنا اليوم شهادة على المرأة هذه. وهنا نقول لولد الحرام المجرم ناصر الجن إياك ثم إياك تزيد تعاود الضربة هذه كما درت مع أمين بقزوحة، تزمروا تجيبوا تهدوها عند جيبوا المرأة هذه عند جرد لندن قولوا له تقولها تكلم وتقول أنا ما قلت لا لا ما كاش منها. ديرها يا ولد الحرام لا روح حددها خلاص. اليوم ما بقالك حتى شيء تدير إلا أنك تروح تدفن روحك، روح تهدد المرأة هذه كش ما يحصل المرأة هذه زيد تخلصها غالية. لأنه الشيء اللي درته مع أمين بقزوحة شوف كيش تما أغبياء وتروحوا عند جرد غبي أكثر منكم الغباء قتلكم. زيدوا تعطوا لنا السلاح باش نحاربوكم. شفتوا كيفاش هذا كله ملف ملف المفقودين يعاود يتحيا، المفقودين اللي قتلهم ناصر الجن وصحابه حسين بولحية وجدعان حسن وغيرهم يخرجوا يخرجوا. وداير أنا نعملوا على رفع شكوى بالإضافة لأنه الملف تاع ناصر الجن راح يضاف الملف تاع خالد نزار ونزيدوا نرفعوا دعوة واحدة أخرى من طرف عائلات المفقودين اللي تاجروا بهم مدة طويلة عشان يسمى يتاجروا بهم، ولكن الآن تحروا هذه العائلات وترفع دعوة باسم عائلة المفقودين ضد هذا جنرال توفيق وعبد الحرام هذا ناصر الجن والجماعة اللي كان معهم. شفتوا ربي كاش يكشفكم، كنتوا عايشين في الخفاء كي الخفاء فيش برك خرجتوا وعطاكم مسؤوليات وزدوا رفعوا لكم في الجراد لأنكم عصابة تاع مجرمين. عصابة تاع مجرمين يقود فيها اليوم واحد بوال، يقود فيها واحد بوال العصابة تاع المجرمين. وإلا كيفاش هذا البوال المجرم هو ثاني مجرم هو ثاني نزيد ونحطوه في القائمة تاع المجرمين لأنه عندنا شهادة الحبيب السويدية في كتاب اللي خرج وما قالوا عليه حتى شيء، ما جابوش ما قال تابعوه قضائيا على موضوع قالك علاش تقول بلي في الجزائر العسكري يحكموا ما كاش رئيس، ما تابعوش على قضية المقال هذاك ولد الحرام هذاك الجنرال مجاهد عبد العزيز كان يقتل ويحرق في الغيب ومعاه شنقريحة اللي قتل مواطن بحب رصاص على 12 تاع الليل في الخضارية. هذو كلهم يخرجوا، هذو كلهم يخرجوا بس قبل لابينيتي ما كانش، ما بقاتش لابينيتي ضحي يروحوا للتريال تريال هذه تاعت خاطر لابينيتي فعلا. دونك من هنا نزيد نقول إخوان عائلات المفقودين ما بقاتش هذه حكاية مفقودين، عائلة ضحايا عسكر لإجرام يوجدوا رواحهم اللي يحبيش خاصة اللي يراهم في الخارج يراهم في الداخل. نعرفوا باللي الخوف الناس تخاف الناس مش قادرة باش إنما ما شاء الله كان الناس في الخارج وكان ملفات وترفع الملفات هذه ذاك الوقت ما يقدرش يقول لك ما كانش عبد القادر حداد عبد القادر حداد راهو جنرال وراهو حاكم كازينة تاع عنتر عندك ما تروح حسين بولحية كيف كيف راهو كولونيل راهو حاكم مديرية البحث المطاردة تاع المعارضين في الخارج من الحرام اروح تتلعب مع هشام عبود قالوا بينيكري جاب لي بينيكري سمعته مدخل معاهم اغبى عبد فوق وجه الارض ولد نزار لطفي نزار وجايبين جرودة معهم جردان تلعبوا معنا. ها ربي يدرك يكشفكم
وعولوا على القضاء الفرنسي، عولوا عليه بزاف بزاف، عولوا على القضاء الفرنسي، عولوا على القضاء الفرنسي، شوفوا كيفاش. هلا يا قاتل الروح وين تروح؟ ونقول جميع من يسقط على جرائم كما هذه شريك، شريك يتحاسب عند ربي على الشركة تاعو. ولا الحرام الذباب اللي يسبوا لما نكشفوا في الجرائم، لما يشوف مرة كما هذه كله يجي يسب، يا ولد الحرام أرواح تسب، أرواح تسب يا ولد الحرام، لأنك انتايا ولد حرام وتموت في الحرام. وهاوليك مصير المجرمين واش يكون. ربي يقدر الخير بلادنا، ربي بعد عليها ولاد الحرام، ويعجب براحل العصابة، وكل واحد ياخذ حقه. السلام عليكم ورحمة الله. هشام عفوان، الله أكبر، هشام عفوان، هشام عفوان.